أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج معكم في رمضان. بحلقتنا الجديدة لليوم رح تكون بشكل جديد بيرضيكم، لنكون على تماس حقيقي معكم، ولأنه كثير من الطلبات والاستفسارات عم توصلنا تباعا، ورغبتها الكبيرة بأنه يكون في تواصل بين المستمعين والمشاهدين وبين المختصين والأطباء والاستشاريين والضيوف، ليتم عرض المشكلة ومحاولة تشخيصها وحتى اقتراح الحلول لها. أكيد حيكون هذا الشيء من قبل الضيوف الخبراء. لقينا أنه نخصص القدر الأكبر من الحلقة لتواصلكم المباشر مع الأخصائيين، لهيك باب التواصل مفتوح لكم عبر الأرقام 0350-234-16 أو 17، وكمان رح نقرأ تعليقاتكم على بثنا المباشر على الفيسبوك واليوتيوب. أما هلأ فخلوني أطرح عليكم سؤالنا التفاعلي اللي رح يكون كل يوم سؤال جديد. سؤالنا اليوم هو: مين منكم بيعاني من حرقة بالمعدة أثناء الصيام أو بعد الإفطار؟ صار الوقت لخبركم مين ضيفتنا رح تكون اليوم. ضيفتنا الزميلة الرائعة ومقدمة برامج سابقة في شبكة مسك، الصيدلانية فاتن أبو قبع. فصل قصير ومنرجع بعده لنكمل، خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا. حلقتنا الجديده بلشت اليوم 10 رمضان، الله يتقبل صيامنا وطاعتنا وصيامكم وطاعتكم باذن الله تعالى. فقرتنا اليوم مثل ما خبرناكم رح نحكي مع الدكتوره الصيدلانيه فاتن ابو قبع بالكثير من المواضيع والاستفسارات وحتى التساؤلات اللي بتخطر على بالنا وما بنلاقي لها حل. اول شيء بدايه بدي رحب بالدكتوره فاتن. يسعد لي اوقاتك. اوقاتك يا رب اختي حبيبتي. هلا حبيبة قلبي، قبل الله طاعتكم. آمين يا رب. كادر مسك ولجمهور مسك اشتقنا لك والله صراحة. إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير. كل عام وانتي بألف خير. وانتي بخير يا رب. والله أنا اشتقت لكم، اشتقت للجمهور ولكادر مسك جميعا. والله إن شاء الله يا رب هيك تكون دائما بخير ويرفع هالوباء عن هالمعمورة جميعا يا رب. نرجع نلتقى مع الجماهير ونجتمع مع بعض. آمين يا رب قريبا بإذن الله تعالى. دكتورة، السؤال اللي بحير، رح نبدأ بحلقتنا، السؤال اللي بحير كثير من الأشخاص وبيقلق بصراحة كثير من الناس، كيف يوني نظموا موضوع الحبوب، الأدوية، العلاجات اللي عم يتناولوها كانوا قبل شهر رمضان أثناء بداية شهر رمضان وحاليا صرنا باليوم العاشر؟ لسه في بعض الأشخاص عم يلاقوا صعوبة بتنظيم هذا الموضوع لأنه أصلا في عنا فترة صيام طويلة وفترة إفطار ليست بالطويلة. صحيح، خاصة الأمراض المزمنية اللي عندهم أمراض مزمنة وعندهم دائما استخدام بالأدوية، اللي هن مرضى السكري، مرضى الضغط، اللي عندهم فشل بالكليتين، حتى اللي بتناولوا بعض الفيتامينات مثلا الست الحامل، المرضع اللي سمح له الطبيب انه تتابع فتره يعني الصيام مع الحمل او مع الرضاعه. هدول هن اكثر اشخاص اللي بيعانوا بتناول الادويه، انه كيف بدي اتناول ادويتي، وخاصه اذا كان الدواء على الريق. هذا كثير بتلاقي الاشخاص بيعانوا من انا انت بدي اتناول دوائي وانا لازم اتناوله على معده فارغه. تماما. من امراض الغده الدرقيه. تمام، امراض الغده الدرقيه واللي عم بيعانوا من فقر الدم. نعرف انه حب الحديد، كبسولات الحديد تختلط كثير مع الادويه مع المنتجات الغذائيه، مع الغذاء. لذلك دائما بنصح انه خذوا الدواء على الريق. طب كيف بدهم يتفاعلوا هالشغله؟ كيف انا بدي اخذ دواء على الريق؟ حب الغده الدرقيه اللي معروفه تيروكسين، دائما بناخذها قبل الطعام بنصف ساعه. وانا عندي فطور وسحور هن وجبتين، ويا دوب يعني 6 ساعات هي وجبه الاكل. هدول الاشخاص دائما بنقول لهم اللي بدك تاخذي حبه على الريق يفضل دائما انه يبدا افطار الشخص المريض بتمره وربع كوبه ماء، وياخذ الدواء وينطر، بيصلي مثلا صلاه المغرب، ينتظر نصف ساعه حتى يتم امتصاص الدواء، بعدين بفوت بتناول وجبته الاساسيه، سواء كانت ادويه الغده الدرقيه او كبسولات الحديد. نعم. او في طريقه ثانيه بنحب نقول لهم اياها، يعني مثلا بيكون في مرونه وليونه بتناول الدواء، ان هن ياخذوها ووقفوا تناول الطعام على الساعه 12. أيوة. خلاص ما يعود في اكل. أيوة. وبيكون في ساعه يعني 3 ساعات تقريبا للسحور، فقبل السحور بساعتين بامكانهم ايضا ياخذوا حبه الحديد او حبه الغده الدرقيه اللي هي التيروكسين. يعني مهم تكون المعده فارغه تماما حتى يتم الاستفاده، وما يصير لا سمح الله انتكاسات نتيجه عدم الاستفاده الجسم من الماده الفعاله للعقار الكيميائي، وبالتالي بيضطر الشخص يعيش اضطرابات. نحن نعرف الغده الدرقيه كثير عنده اعراض مزعجه، سواء كان بالصداع، بالتوتر. صحيح. بالرعشه. فاذا الشخص ما استفاد من الدواء او ما اخذ الجرعه، نحن ما بنقول دائما انه الدواء بدنا الجرعه، بدنا الجرعه والميعاد، يعني تركيز الدواء وتوقيت تناول الدواء، هدول العاملين المهمين حتى الشخص يستفيد من الدواء فعلا يعطي ايجابيه. تماما دكتوره. طيب نحن هلا جانا اتصال مباشر دكتوره، يا ريت ناخذه سوا لنشوف بركي عنده استفسار. يسعد صباحك يا احمد، كل عام وانت بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل
لك وانتم بخير مبارك طاعتكم. وانت بألف خير يا رب، والله يتقبل طاعتك كمان. الله يسلمك يا رب. احمد تفضل، حابب تسال شيء للدكتوره فاتن او عندك شيء استفسار او حتى بتشارك بسؤالنا التفاعلي؟ بدي اسال عن موضوع، انا عندي عضو وبعتب سيئه، بكثر بكثر كثير بالشاي وبرش كثير ملح على الاكل. شو بتعمل احمد بس ممكن تعد لي؟ بكثر سكر كثير للشاي وبرش كثير ملح على الاكل حتى يتذكر معي، تمام؟ انا ايش الاعراض اللي سمح الله صدري كثير معي حتى اعرف انه انا اللي سمح الله صدري معي ضغط او سكر؟ لانه يعني هاي نتيجه متوقعه يعني. يعني هلا انا حسب ما عم بسمع انه انت بتحط سكر كثير وبتحط ملح كثير، فانت خايف يكون لا سمح الله معك احد هدول الامراض، ضغط او سكر؟ ايوه. او شلون بدك تحمي حالك انه ما تتعرض لهم؟ ايوه تمام. خلص باذن الله سؤالك وصل احمد، رح نساله مباشره للدكتوره فاتن اذا كان في امكانيه للجواب. دكتوره فاتن سمعتي سؤال احمد؟ ودائما بحب نصيحه مهمه جدا لاخ احمد ولاي شخص بحب الملح، يعني كثير بنلاقي نحن المملحه على طعام موجوده، مشان اذا في ناقص ملح في البيت مثلا ناقص في الطبخ او حتى تماما، فهي المملحه نصيحه تكون، خلينا نستثمر شهر رمضان نقيمه، خلص نستغني عنها ما عاد، يعني النصيحه سبحان الله هي وصيه نبينا انه اجتنبوا الابيضين الملح والسكر، فخلينا نستثمر شهر رمضان وانه نبعد عن هدول الاثنين السامين السمين الابيضين، يعني قبل ما نقول انه كيف تماما ان الوقايه خير من العلاج، يعني الشخص عم يقول انا كيف بدي اتجنب انه ما اصاب بمرض ضغط او مرض السكري، ويقول لك يا احمد يعني دير بالك، بالعكس انت ماشي يعني بطريق خطر، يعني هذا الملح وهذا السكر لا بالعكس بدنا نخفف منه، وننتبه ايضا انه الملح الموجود بالماركتات اللي هي بنقول ملح الصناعي الملح المكرر، هذا بدنا كمان نتفاداه ونتجنبه، في كثير من الاخطار والاضرار نعوضه بملح الهملايا هو الملح الصحي. ايوه كنت جاي اسالك صراحه، في عندنا ملح الهملايا انا بسمع فيه، فينا نعوضه معناتها بالملح الهملايا؟ اكيد اكيد اكيد. والسكر والسكر نبعد عنه عن السكر الابيض نهائيا، يعني نستبدله بمثلا منقوع التمر منقوع الزبيب، يعني بالعسل تماما، يعني نحاول قدر الامكان هدول الاشياء، يعني دائما نقول السكر الابيض هو مثلث الموت، السكر الابيض والدقيق الابيض والزيوت المهدرجه للاسف، يعني نحاول نستثمر رمضان حتى للشباب العزابي، يمكن يكون صعب انه كيف انا بدي اشرب شاي بدون سكر، يعني خاصه المتعود يحط معلقتين وثلاثه، فشو الطريقه ان انا اتخلص منها؟ تحاول تخفف ملعقه ملعقه، يعني اذا بتحط انت ملعقتين حط ملعقه ونص، بتحط ملعقه ونص حاول تخفف ملعقه، يعني بالتدريج. أيوة تدريجي. حاول تخفف تماما، فبتلاقي الشخص يعني حتى بالنسبه للاطفال كثير بتجينا الاسئله انه يعني كيف بدي يعني اعود اطفالي انه الشاي بدون او مثلا بدون سكر، او مثلا الكيك بدون سكر، المعجنات ما احط لها سكر، بنقول بالتعويد بصير بالتدريج، خلينا نخفف تدريجيا الملح، نخفف تدريجيا السكر، نقطع تماما الزيوت المهدرجه، يعني كل شيء فيه قلي وخاصه في رمضان، يعني للاسف المقليات يعني منتشره بشكل واسع خاصة ما بين وجبة الفطور والسحور، هي أخطر وجبة تعتبر في شهر رمضان، وهي يعني اللي دائما بتكون مليئة بالحلويات صراحة. أي والله مو الحلويات الصحية، لأن في حلويات صحية بكل الحلويات السامة المضرة، يعني اللي فيها قلي وفيها سكر أبيض وفيها قطر وفيها، فسبحان الله هي القنبلة، بقول هي قنبلة شهر رمضان، إذا واحد عرف كيف يتخطاها راح يطلع برمضان بصحة تامة، وفعلا بيكون استثمر شهر رمضان حتى يخلص جسمه من جميع السموم اللي متراكمة خلال السنة كاملة. رائع هذا الكلام دكتورة، بس في عنا استفسار تاني وهو بينقلنا لسؤالنا التاني أصلا. في كتير من الأشخاص بيقولوا أنه أنا لحتى ما يجعني راسي بفترة الإفطار الصيام رح أخذ حبة مسكن على السحور، شو رأيك بهذا السؤال يعني أو هذا التحرك أو التصرف من قبل هدول الأشخاص؟ عن جد في فائدة ممكن يكون للأشخاص اللي بياخذوا مسكن أثناء قبل يعني قبل فترة الصيام على السحور؟ جميل جميل هذا السؤال. لما نقول الصداع هو مو مرض، يعني حتى يحط ببالنا انه الصداع ما هو مرض، هو عرض لمرض. نعم. انت بدك تعرف ليش عم يوجعك راسك، ليش في عندك صداع خلال النهار، هل انه نومك غير منتظم، هل انك انت اكل شيء تخبيصه مثلا قبل بيوم، هل عندك مثلا احتقان الجيوب الانفيه، هل انت نقص بسوائل الجسم، اذا الشخص ما عم يشرب منيح ما عم يعوض السوائل في جسمه حيعاني من الصداع. أيوة. فحتى تعرف السبب بالضبط شو انت ليش عم تعاني من الصداع، ساعتها نعرف العلاج، فانه اخذ مسكنات بشكل عشوائي اكيد ما هو حل نهائيا، نحن بنعرف المسكنات لها اضرار على المعده، يعني هي سبب لحدوث قرحه في المعده، وهي سبب في النهايه طبعا على المدى البعيد واستخدام المديد لحدوث فشل كلوي، فانه استخدام المسكنات بشكل عشوائي راح تضعف مناعه جسمك، ونحن باحوج ما يكون بهالفتره الى مناعه قويه. صحيح. ليش تاخذ مسكنات الا
الا بقول لاشخاص معينين اللي هن عندهم مرضى الشقيقه ويكون الطبيب واصف لهم، يعني بوصف الطبيب انه حتى ما تجي النوبه الشقيقه خلال فتره النهار، هدول الاشخاص بنقول لا، اذا الطبيب واصف لكم المسكنات على وجبه السحور حتى تتفادى نوبه الشقيقه خلال النهار، بنقول لا امنه باذن الله تعالى. اما الاشخاص ياخذ من نفسه انه والله انا مشان ما اعاني من وجع الراس ويكون نومه مخربط او تمام ما عنده مثلا ساعات نوم كافيه او عنده حساسيه بالجيوب الانفيه، فالمسكنات هي ما لها علاج، هي فقط حل مؤقت وانت عم ترهق معدتك وعم ترهق الكليتين. يا عيني دكتوره، يعني ما شاء الله توضيح رائع. رح في عندنا اتصال هلا كمان اجانا على ما يبدو مصعب. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا مصعب، كيفك؟ كل عام وانت بخير. امين يا رب. مصعب خلينا نعرف رايك، سؤالنا التفاعلي او حتى تسال الدكتوره فاتن اي سؤال. لا أنا معي حرق مداومة، يعني حرق ما في، يعني استعملت كل الأدوية، يعني استعملت يعني الصيدلية كلها، بروح تعقبت كل الأدوية ما بتروح الحرق. أيوة الحرق بعد الأكل أثناء الأكل كيف بتكون؟ بعد الأكل. بعد الأكل وبعد كل، يعني ما في نوع معين من الاكل ولا بشكل عام كل الاكلات؟ رمضان وصيام في حرق. تمام ماشي، رح نسال الدكتوره فاتن اكيد هذا السؤال، واصلا عندنا نحن محور كامل عن موضوع حرقه المعده والحموضه بعد الفاصل. دكتوره يعني معلش ممكن ناجل شوي جواب مصعب لمحورنا الثاني، بس انا حابه اتاكد من موضوع المضادات الحيويه، كونه نحن بلشنا بموضوع الادويه محورنا الاول. مضادات حيويه، ادويه الالتهاب، رايك بهدول الاشخاص اللي مضطرين او مجبرين ياخذوا احد هدول الادويه؟ المضادات الحيوية الحمد لله صار في إنتاجات، يعني تطور بالعقاقير الكيميائية والأدوية وصناعتها، أنه صار في عنا جرعة مديدة، يعني صار بإمكان الشخص إذا كان عم ياخذ هو مثلا 3 مرات خلال النهار بإمكانه أنه يصير يعوض ياخذ عقار كيميائي مديد، يعني حبة واحدة باليوم. في استراتيجيتين، الاستراتيجية الثانية أنه بدل مثلا عم ياخذ هو بتركيز 250 ميلي غرام الجرعة خلال 4 مرات خلال النهار، بامكانه ياخذها بتركيز 500 ملي غرام بمرتين، يعني على وجبه الفطور وعلى وجبه السحور. حلو. يعني في اليتين حتى يقدر ياخذ المضاد الحيوي، اما يعني بجرعه مديده حبه واحده باليوم، او تغيير التركيز تركيز الدواء. جميل جدا. جميل. دكتوره انا وضحت عندي يعني التوضيح هذا، باذن الله تعالى رح نكمل مع حضرتك الدكتوره فاتن، لكن رح نطلع لفاصل اعلاني قصير وبنرجع اكيد لنكمل، خليكم معنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. انت اطعامني ومولادي، اشكو راجو وفؤادي، من يوم ولدنا وانت معنا، مهما الدنيا غربت عمري ودربي، أهلنا
هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553 45 59. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. عودة مجددا متابعينا ببرنامج معكم في رمضان، وضيفتنا اليوم الدكتورة فاتن أبو قبع. يسعد لي أوقاتك دكتورة، عودة من جديد. أوقاتك يا رب حبيبتي، هلا أهلا فيكي دكتورة. رح نبلش بمحورنا الثاني وهو لب صراحة حلقتنا، الحموضة، حرقة المعدة. شو هي أولا حرقة المعدة؟ شلون بتصير؟ ليش بتصير؟ وأمتى ممكن؟ ما هي أعراضها؟ وكيف ممكن نحن نعرف أنه هذا صار موضوع خطر ولازمه استشارة الطبيب؟ جميل جدا، وموضوع فعلا مهم جدا. يمكن أغلب الناس، إذا ما بدنا نقول كل الناس، يمكن 75% من الناس سواء نساء ورجال، حتى بعض الأطفال اللي عم يكونوا عم يصوموا عم يعانوا من حرقة المعدة. هلا حرقة المعدة هي أسبابها بتكون، يعني ما رح نقول إنه خلينا نشبهها، معلش تشبيه بسيط، إنه كيف الخلاط لما بنخلط فيها الأكل، فلما بتحط الست البيت مثلا او الشخص، مجرد يتخيل عدة اشياء فوق بعض وبيزيد عن الخلاط وبصير بيطلع من جوانب الخلاط المواد الغذائيه المحطوطه جواته. تماما هيك بيصير بالمعده. المعده الى فتحه موجوده فيها براس المعده، هي بتربطها بالمري، يعني بانبوب المري، بعدين كيس المعده بيكون في صمام. هذا الصمام لما بيصير في ضغط عليه بالتالي رح يفتح، وبالتالي رح يسمح للطعام بالارتداد بالاتجاه المعاكس. نحن طعم رب العالمين خلقنا انه الاكل يمشي بجاذبيه، بالعكس يعني من الاسفل الى الاعلى. لما بده يصير في ضغط على جدار المعده وضغط على الصمام اللي بيربط في انبوب المري، راح يفتح هذا الصمام ويسمح لدخول المواد الغذائيه الحامضيه. يعني تركيز دائما، تركيز المعده، نقول المعده سبحان الله لو بيجي حمض كلور الماء اللي هو حمض المعده على قطعه حديديه بدوبها. فتخيلي لما الشخص عم يطلع على المواد الغذائيه الحامضيه بالضبط، بيطلع باتجاه المري، والمري رب العالمين ما خاله انه يتحمل درجه حموضه المعده، فبيشعر الشخص بهي الحرقه. فاذا هي عباره عن ارتداد الطعام بالاتجاه المعاكس المغاير لفيزيولوجيه طبيعه الجسم، وبالتالي بيحدث هالشخص بالحموضه. بيصل الشخص الى احيانا بيطعمه بحموضه بالحنجره او بالحلق، بتلاقي الشخص على طول عم ينحنح، عنده نحنحه، انه طول ما انه قاعد عم بفكر في عنده مشكله بالحنجره. أيوة. او مشكله بالحبال الصوتيه. صحيح. وهي سبب حموضه، تماما سببها بحموضه المعده. حتى بعض الاشخاص بيصير عندهم مشاكل بالقفص الصدري، بيقول لك انا عندي كتمه بصدري او ضيق بالنفس، بفكر ايضا عنده مشكله بالقلب او مشكله بالرئتين، وهي سببها ايضا حموضه المعده. حتى بعض الاشخاص، تخيلي وين الشخص بتوصل هذه الحموضه، بصير عنده مراحل متطوره ربما. تماما بصير عنده التهاب بالاذنين
والتهاب الجيوب الانفيه نتيجه ايضا الابخره اللي بتطلع من حمض كلور الماء وبتسبب احتقانات في الجهاز التنفسي العلوي. يعني فهي اذا عباره مرعبه فعلا الاعراض يعني لطيفه قديش عم تتطور. هلا هن ممكن هذا الشيء يكون متباين دكتوره يعني مثلا مختلف من شخص لاخر او لا هي عباره عن تدرج بمراحل يعني تطور الحاله؟ اكيد هي بتكون متباينه بين شخص الى اخر ومتدرجه. هيك ننصح انه لا تتهاونوا فيها، يعني لا. هي صحيح علاجه بسيط لكن ما يتهاون فيها الشخص، خاصه المدخنين واللي بيفطروا على مباشره على السيجاره اول ما يؤذن المغرب مع فنجان قهوه، هدول يعني عم يدمروا جدار معدتهم، عم يدمروا جميع الصمامات اللي بتربط بين المعده وبين المعي الدقيق. يعني الصمام هي عباره عن فتحه، خلينا نسميها بتفتح باتجاه واحد، يعني غلط انه تفتح بالاتجاه العكسي، تسحب الطعام بالاتجاه العكسي. فاللي بيدخنوا على الريق بنقول يعني ببلشوا بافطارهم بالسيجاره او بفنجان قهوه، هدول اكثر الاشخاص معرضين لحموضه المعده او الارتداد المريئي المعدي. فبنقول لهم يعني معلش اذا بدكم تحموا معدتكم وتحموا المري، لا سمح الله انه حموضه المعده تسبب الى سرطان المري لاحقا، يعني لو ضل الشخص عم يعاني منها 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات رح يؤدي لا سمح الله الى حدوث قرحات في المري وربما تتحول الى قرحات خبيثه. فما نتهاون فيها. لكن النقطة المهمة اللي أنا بدي أقولها، يعني صح عم نخوف فيها ونقولها هو مو مرض مو سهل ومو هين، لكن بنفس الوقت ما نتجه على الصيدليات وناخذ الأدوية من تلقاء نفسنا. أيوة. يعني بنلاقي هجوم بشكل مو طبيعي بيصير موني على فكرة من أول رمضان لآخر رمضان. أكثر أدوية استهلاكا بالصيدليات هي أدوية مضادات حموضة المعدة، الرانيتيدين واللانسوبرازول إلى آخره، المشتقات الكبيرة يعني الناس كلها بتعرفها، والريني هذا يعني محبوب الجماهير الريني اللي بيحطوها مونة بجيبتهم وبالدرج وبكل مكان دائما صاحبهم بكل مكان. طيب دكتوره هو هذا تقريبا معناته على سؤال مصعب حسب ما بذكر انه كان عم يقول انه حرقه يعني جرب كل انواع الادويه وما يعني ما في تجاوب ابدا، وحتى عم تكون هي الحرقه مستمره بعد كل الاكل، يعني مو انه مثلا في انواع معينه، انه في اشخاص بيقولوا لك انه هن بس بياكلوا رب البندوره او دبس البندوره بصير معهم حموضه زياده عن باقي الاكلات وانواع اخرى من الاكل كمان. رايك بهذا الموضوع؟ صحيح، يعني ببلش الشخص بيستفيد على حبه مضاد انتي يعني مضاد الحموضه والانتي هيستامين الخاص، لكن ببلش انه بياخذ حبتين، ببلش 4 حبات، عم يزيد الجرعه شوي شوي، بيصير فجاه ما رح يستفيد من اي عقار كيميائي لمضادات الحموضه. أيوة. خلص نفذت، يعني المعده ما عادت تتحمل. يعني كل شخص عم ياخذ مضاد حموضه يعني هي كنصيحه وعم يستفيد عليها رح يوصل لمرحله انه ما رح يستفيد عليها. فالحل كيف بدنا نحاول نتجنب حتى نتخلص او ما نوصل لتناول تماما، ما نوصل للادويه والعقاقير الكيميائيه اللي هي للاسف يعني انا بعتبر لازم توصل ادويه مضادات الحموضه مثل المضاد الحيوي، لازم يحتاج الى وصفه، تناولها الشراء بشكل عشوائي بدون وصفه يعني عم تسبب اضرار كبيره جدا، وهي اللي بتكون سبب لحدوث عسر الهضم. يعني بتلاقي الشخص لما عم ياخذ مضاد الحموضه شو معناته، شو اليته هي باختصار؟ معناته خفف من انه المعده تفرز الحمض الاساسي لها. طب هذا الحمض رب العالمين ليش خلق لنا اياه؟ خلقوا مشان عملية الهضم وعملية امتصاص الفيتامينات والمعادن، فإذا ثبطنا فرز المعدة لهذا الهضم نحن وقفنا أو عم نقول ضعفنا عملية الهضم بجهاز الهضم. فإذا أنت عم تاكل المادة الغذائية وحمض المعدة ما مفرز بشكل كافي أو كمية كافية رح يؤدي إلى عسر هضم، وبالتالي عدم الفائدة من الفيتامينات والمعادن اللي عم يتناولها الشخص، ورح يعاني الشخص من تخمة وغازات وانتفاخات وخمول وتعب، ويصير عنده الشخص صداع لأنه الجهاز الهضمي ما اشتغل صح. الجهاز الهضمي ما عم يهضم بالطريقة الصحيحة بالطريقة السلسة لرب العالمين أراد فيها. نعم. هضم البروتينات وخاصة اللحوم أو البقوليات حتى هي مسؤول عنها حمض المعدة. أيوة. فإذا وقفناها أو فبطناها عملية هضم فاشلة، عملية هضم توقفت تماما. طيب. فكيف نتجنبها؟ تماما أنا هذا بالفعل تمام. هو هذا سؤالي هلا أنه كيف نقدر نتجنبها. طيب. والنقطة الثانية إذا بتنصحي يعني حسب اطلاعك يعني عم تكون الحرقة أثناء الصيام وحتى بعد الإفطار، وفي ناس هلا مثل ما علقونا عم تكون قبل يعني عند السحور حتى كمان عم ترافقهم مثل ما علق زهير، يمكن زهير الحمدان علق لنا عم يقول في حرقة معدة قبيل السحور، يعني معناتها بفترات متفاوتة عم تكون هي مشكلة الحرقة مو بس نحن عم نقول أثناء الأكل أو حتى عند الصيام. نحن هون شو لازم نعمل تمام. وشو الأكلات اللي لازم نتجنبها؟ تمام. هلا أي شخص عنده حرقة معدة بيعرف فيه بيقول دائما ابدأ فطورك بمص قطعتين من الموز. الموز يعني يشرح واحد شريحة موز ويمصها مص، ما يمضغها
تخلي امتصاص حتى في عنصر البوتاسيوم اللي هي بتعدل حمض كلور الماء او حمض المعده الموجود فيها بالمعده. فمص قطعتين او شريحتين من الموز قبل البدء بتناول الوجبه الاساسيه رائعه جدا، بتخفف او بتعمل على تعديل حمض المعده بشكل طبيعي بعيدا عن العقاقير الكيميائيه. هي اول نقطه. ثاني نقطه، نحاول دائما يكون بين وجبه الفطور ووجبه السحور عندنا كوب من الزنجبيل بشكل فاتر. الزنجبيل ايضا رائع جدا، بيعمل على تعديل فرز او افراز حمض كلور الماء او حمض المعده اللي هي بتسبب هذا الحرقه. محلى الزنجبيل بشيء ولا لازم يكون ساده؟ لا لا لا، يعني افضل يكون ساده حتى نستفيد من الزيت العطري الموجود فيه. ما شاء الله الزنجبيل المرار تبعه خطير. يعني نخفف ما كثير يكون مركز، نحاول نخففه، ننقع الزنجبيل مثلا من قبل المغرب ونحاول نستخلص من هالمواد العطريه اللي فيه ويشربها بشكل فاتر. لا هو بارد ولا هو ساخن. جميل. رائع جدا ايضا للتعديل. بعد تناول وجبه الفطور او مثلا تناول هي نقول اسناك بين الفطور وبين وجبه السحور، نحاول نبتعد عن المقليات اللي هي دائما بتكون هي الوجبه الخطيره او اللي بتسبب لنا، وبين السحور الحرقه. يعني اذا في مثلا محل القطايف المقليه او اي شيء، يعني الحلويات اللي بتكون مقليه نحاول نتجنبها قدر الامكان. للاسف يعني معروف رمضان انه كثير بيكون في وجبات معرضه بالزيوت المهدرجه اللي هي فعلا سبب اساسي لحدوث قرحه المعده. فكل ما تجنبنا المواد المقليه، كل ما تجنبنا البهارات، كل ما تجنبنا المواد اللي كمان دبس البندوره مثل ما تفضلتي حضرتك ببدايه الحوار، تمام. هدول الاشياء بتحاول نخفف من حرقه المعده. ايضا حاول بعد ما مثلا وقت بيكون الشخص بيساوي القيلوله قبل ما يصير فيه سحور، بعض الاشخاص بتحب تنام صار في فتره منيحه، يعني بنقول خلي يكون راسك مرتفع، يعني يكون ارتفاع الظهر والجسم اعلى من بقيه الجسم، ما يكون الشخص متسطح يرفع بوساده يرفع مثلا سريره. نحاول نتجنب قدر الامكان انه ما يرتوي ارتداد او ارتجاع للطعام من المعده الى المريء. هي نقطه كثير يعني سلوكيات بتعدل حل فعال فعلا. حلو. تماما انه يرفع واحد الشخص راسه وقت فتره النوم، حتى بعد ما يسحر الشخص وينام مباشره ما ينام بشكل متسطح، يحاول دائما يكون راسه وجزءه الاول او القسم العلوي من الجسم يكون اعلى من قسمه السفلي. كثير بيساعد الشخص انه ما يفيق ويصحى مباشره، يعني يبدا نهاره وهو صايم وما قادر يتناول اي شيء بحرقه في المعده. فرفع الراس ايضا فعال جدا حتى يتخلص منها. ايضا في نقطه كثير مهمه، الاشخاص اللي بيعانوا عندهم قرحه بتكون كثير شديده، بنقول لو بيستخدم الشخص حمض الخل العضوي، انا برجع بقول كلمه العضوي، يعني بيكون مصنوع داخل المنازل مو بالماركتات الصناعي. كنت جاي اسالك لانه وين فينا نلاقي هذا حمض الخل؟ يعني لازم نحن نصنعه بالبيت؟ يعني حتى ممكن صناعته بالبيت، وفي اشخاص بيبيعوه موجود بالماركتات اللي أيوة. كثير اسواق يعني بتكون موجوده انه هذا بيقولوا لك انه هذا اورجانيك، يعني خلص انه عضوي موجود صناعته، ما في مواد كيميائيه، ما في مواد صناعيه، ما في ملونات وما في مواد حافظه. أيوة. هذول الاشخاص اللي بتاخذ حمض الخل يحطوا ملعقه كبيره من حمض الخل بربع كوب ماء فاتر ويمصوه بمصاصه حفاظا على تاكل الاسنان من حمض الخل العضوي، ايضا رائع جدا. هذا علاج جذري، هذا مو بس نخفف، هذا مشان تتخلص الشخص من حمض المعده. هلا كثير اشخاص بيقولوا لك انا عم عاني عن حمض، بدك تدخلي لي حمض الخل، انه يعني كيف الشخص بده يوازن فيها بالفعل. يعني انا يعني تمام. بيستعجب الواحد انه اصلا نحن عم نتعالج بحمض. تماما. هلا هي اليه حمض الخل انه ليش عم يصير في حموضه بالمعده؟ نعم. حمض المعده عم يصير لانه المعده صقل فيها تركيز الحمض. سبحان الله، مثل ما قلت انه الصمام الموجود بين المري وبين المعده هذا رب العالمين خالقه بحساسيه دقيقه جدا للحمض. لما بيخف تركيز الحمض بيفتح هذا الصمام، فنحن بدنا نعمل على رفع تركيز الحمض. نرفع تركيز الحمض يعني نجعل درجه تي اتش المعده منخفضه. لما بنخفض درجه تي اتش او درجه حموضه المعده من خلال حمض الخل العضوي راح يتسكر هذا الصمام ويبطل يفتح، اللي هو جذر المشكله. فلما بنرفع بنعدل حموضه المعده بحمض الخل العضوي، نعم. بالتالي باذن الله تعالى ما راح يفتح هذا الصمام وما راح يؤدي الى ارتداد مريئي معدي. نعم دكتوره فاتن، احنا متابعين مع حضرتك اكيد، لكن لازم نطلع فاصل قصير. اكيد متابعينا راح نطلع لفاصل اعلاني قصير دقت ساعه وبنرجع بعده لنكمل، لا تروحوا بعيد، خليكم معنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من ثلاثة عقود ونحن نكبر معكم يوما بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز
والإبداع عربياً وعالمياً لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. أنت أطعمني وولادي، أشكر جو أخوادي، من يوم ولدنا وأنت معنا، مهما الدنيا غربت. هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية. نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553 45 59. عودة عن جديد متابعينا بفقرتنا، وأكيد برنامج معكم في رمضان مستمرين مع الدكتورة فاتن أبو قبع بمناقشة حديثنا حول حرقة المعدة والعدة أمور واتصالات واستفساراتكم أكيد نحن بانتظارها. معنا اتصال دكتورة فاتن، رح نستقبله سوا نشوف إذا كان عنده أي استفسار. سعد صباحك عبد القادر. عبد القادر كل عام وأنت بخير. وأنت
الخير يا رب. اهلا وسهلا فيك عبد القادر. عندك سؤال حابب توجهه للدكتوره او اي شيء معين او حتى تشارك بسؤالنا التفاعلي؟ انا من قبل رمضان تقريبا حوالي اسبوع بلشت عندي اعراض حرق بالمعده. لكن يعني مثل بتوف يصير معي حرقة بالصدر بس بعد الأكل مباشرة، يعني ما هو شرط أكل معين، أي أكل بأكلها. أشرب كم صودا أرتاح عليها. حاليا عم آخذ رنين هو الحب الأحمر. نعم. باخذ حباية واحدة حباية واحدة يمشي الحال. هذا الحكي قبل رمضان حاليا. عم آخذ حباية واحدة بس. أنا في استشفاء إنه أنا كنت معي كورونا من شهر 6 شهور. كانت الكورونا حبيات الكورونا كانت في 8 حبيات هو النهار. أيوة. صباح المساء وبعدين حبيات كل يوم لمدة 5 أيام. هذا الشيء له تأثير ما له تأثير؟ يعني شغلة طبيعية إنه من آثار الضغط على الكورونا؟ لا، يفضل مراجعة طبيب. يعني طيب كان مجرد إنه السوداي وحدة إنه يمشي الحال، بعدين يعني السوداي كل يوم مشكلة بتاخذ حباية حباية. أيوة تمام. الحب الأحمر. بس بدي أسألك كمان سؤال، أنت عبد القادر المدخن؟ طبعا كنت أنا أدخن في الكورونا، لما صار مع الكورونا تركت الدخان. أيوة تمام، هذا مشان إحنا تكون الدكتورة عندها صورة كاملة عن الحالة. تركت الدخان. طيب تمام تمام، في شيء عندك حابب تضيفه أو تسأله ترجع؟ لا شكرا لك. أهلا وسهلا فيك يا عبد القادر. دكتورة فاتن، سمعنا سؤال عبد القادر، ما بعرف يعني إذا في عم يفسر هو يمكن إنه احتمال أدوية الكورونا هي اللي كانت عم تسبب له، هي اللي بلشت تسبب له حرق، في شيء له علاقة بهذا الموضوع؟ يعني ما بعرف شو الأدوية اللي أخذها أثناء كورونا، إنه كل شخص وحسب هي الحالة أو الأعراض اللي كانت عنده بيعطوه العلاجات، فشو هي الأدوية اللي كانت موصوفة لإله بالضبط؟ ما بعرف، لكن ممكن تكون نتيجة بعض الأدوية الكيميائية تسبب حرقة في المعدة، ممكن وارد جدا. هذا وارد يعني، والحمد لله بالعكس أنا أسعدني خبره إنه بعد كورونا ترك التدخين، فهي رسالة يعني بإذن الله تعالى تكون من عبد القادر لجميع المدخنين إنه فعلا آن الأوان إنه خلص نتخلص من عادة التدخين بإذن الله تعالى. هي فرصة، رمضان كريم بإذن الله تعالى، شهر مبارك، وفرصة إنه كورونا يعني شايف صرنا نشوف إنه هذه السلالة الجديدة حتى الشباب ما عم ينجوا منها وعم تجي بشكل أعراض شديدة. فبنقول بإذن الله تعالى تكون من عبد القادر إله أجر ثواب إن شاء الله تعالى، ومن هذا البرنامج هذا المنبر إنه نتخلص من عادة التدخين إن شاء الله تعالى. نرجع لاستفسار عبد القادر، نرجع لاستفسار عبد القادر، يعني إذا بنقول هو عم يرتاح مثل ما فهمت أو سمعت إنه هو عم يرتاح بياخذ الحبة الحمراء، عم أقول الحبة الحمراء هي الريني بالضبط، إنه هي هذه الحبة، فإذا عم يرتاح عليها وبعد فترة خلص إنه ببطل يرتاح بيروح تأثيره أو بيروح مفعول الدواء بترجع هي حموضة المعدة، فبنقول أنت فعلا عم تعاني من قرحة المعدة. لكن هل هي بتأثير الأدوية أو ما بتأثير الأدوية؟ خطة العلاج واحدة، إحنا يعني خلص إنه عندك قرحة المعدة فما حنقول إنه هي نتيجة تأثير أدوية كورونا أو نتيجة تأثير، خلص ربما تكون نتيجة تأثير كورس العلاج تماما. تماما، وبنفس الوقت غير كورس العلاج الكيميائي بده السلوكيات اللي حكينا عنها يمشي فيها، إنه الزنجبيل، قطعة الموز، يستلقي بشكور راسه مرفوع، حمض الخل العضوي مثل ما حكيت يحاول دائما يستخدم الشخص، يعني بين شهر رمضان بين الفطور والسحور هذه يعني بعد تناول الطعام بساعتين يستخدم الشخص طريقة حمض الخل مع ربع كوب ماء فاتر رائع جدا جدا وحل جذري بإذن الله تعالى حتى نتخلص من حموضة معدة بشكل نهائي. نحن دائما بدنا نقول ما بدنا نسكن المضادات الحموضة، هي مجرد تسكين كحبة الباراسيتامول أو حبة أي مسكن ألم، هو ما بيخلصك من جذر المشكلة، وبيخلصك إياها بشكل مؤقت، وبترجع بعد ما يروح تأثير الدواء من جسمك حترجع تعاني. فإذا هذا مو علاج. أيوة. هذا فقط تمام. مجرد تسكين الألم. نحن دائما بدنا نقول بدنا نعرف شو جذر المشكلة حتى نقدر نتخلص منها نهائيا. نعم، يعني متابعة لموضوع إنه عبد القادر الحمد لله كمان الله يثبته إن شاء الله على ترك الدخان. في عنا كمان إبراهيم عم يقول الحمد لله أنا قبل رمضان بأسبوعين وقف الدخان وسكر وملح والفرق متاب. كان جدا متاب. رائع وبالفضل من الله الحمد لله. إن شاء الله الله كمان يثبتك يا إبراهيم. في سؤال يعني أخبار جميلة حلوة، أخبار جميلة حقيقة، يعني خاصة من الشباب دائما بنلاقي صعوبة مع الشباب إذا في عندهم عادة صعب ينسحبوا منها، لكن نعم اخبار صحيح. فعلا مستساره جدا. اي والله مبشره، الله يثبتهم مثل ما تفضلتي. امين يا رب. دكتوره كمان في عندنا ابو عبيده عم يقول ختاما لموضوع حرقه المعده مشان ننتقل لمحور ثاني، عم يقول انا بصير معي حرقه معده او حرقه بالمعده وقت باكل معجنات ولبن مطبوخ، شو نحن فينا ننصحه؟ صحيح صحيح مظبوط، دائما بنقول المعجنات يعني نصيحه ذهبيه، حاولوا تتجنبوها بفتره رمضان بشهر رمضان. أيوة. نحن دائما بنقول طحين
طحين ابيض وسكر ابيض وخميره، هذول قنابل عم تاذي بشكل فظيع جدا للجهاز الهضمي. طحين ابيض، سكر ابيض، وخميره فوريه. نحاول دائما نتجنب تماما، نحاول دائما نبتعد عن الخميره الفوريه. في صار عندنا اسم الخميره الحامضيه او الخميره اللي بتكون المنزليه، هذول يعني يا ريت نرجع نعملها، يا ريت نرجع مثل ما كانوا اجدادنا يسووا، يخمروا الطحين بداخل المنزل، يعني فعلوا البكتيريا اللبنيه هي اللي بتعطينا، هي رائعه جدا وبتعطينا البروبايوتيك اللي صحه الجهاز الهضمي، ونبتعد عن الخميره الفوريه بشكل نهائي. وطريقه يعني ان شاء الله تعالى باذن الله بحلقات قادمه او باوقات اخرى بنعمل شو هي الطريقه وبنشرح شو هي الطريقه لتخمير الطحين داخل المنزل. الطريقه الخميره الحامضيه رائعه جدا، وفإذا يعني كلام الشخص اكيد اخ يمكن زهير او ابو عبيده عم يقول ابو عبيده ابو عبيده ان المعجنات فعلا، حتى الشخص اللي ما عنده قرحه بالمعده اساسا لما بياكل المعجنات، بعض الاشخاص بيعانوا منها انه بيصير في، يعني نتخيل انه كيف الخميره الفوريه مثل الاسفنجه. أيوة كيف اسفنجه بتمص حمض المعده، هذا الخميره الفوريه والمعجنات بيساوي امتصاص لحمض المعده، فلما بصير في امتصاص بحمض المعده مثل ما حكيت بنرجع نفس الاليه، الصمام الموجود بين المري والمعده رح يصير عنده اقل حساسيه من حمض المعده، وبالتالي رح يفتح، حيسمح للطعام بالارتداد المريء المعدي. فكلامه صحيح تماما. نعم. تماما. نعم. طيب في معنى اتصال احمد، حناخذ اتصال احمد. يسعد اوقاتك. شكرا لك، كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا رب. احمد تفضل. انا بعاني من حمض المعده تقريبا صار لي 6 سنين. بستخدم دواء بجيبه من بريطانيا عيار 40، نفس هو اللي حاليا عم تحكي عنه الدكتوره تقريبا. بس لكن هو بنهي لي الحمض لفتره 15 يوم ما عاد بحس ابدا. انت بتاخذ حبه واحده منه؟ حبه واحده ولا يوميا؟ بديل؟ لا، حبه واحده كل 15 20 يوم. ايوه. بتعرف اسمه لهذا الحب؟ هلا بعت لك اسمه ان شاء الله. تمام. فورا بالتعليقات اذا بتقدر. طيب بعد ال 15 يوم بترجع كمان بشكل دوري بتاخذ حبه ثانيه؟ لا، بس اذا اجتني حرقه بتجيني هي عن برد حصرا، او اذا اكل اكلت زيت او شيء قبل ما انام. تمام. طيب رح نسأل الدكتورة عن هذا الموضوع، مدى فائدة هاي الحب. إذا حابب كمان تضيف أي شيء أحمد، حابب تسأل الدكتورة أي شيء؟ لا 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 ما في، بس أنا يعني أنا كثير خبروني إنه لازم أعمل تنظير، وإني هذا المشكلة صار معي فترة طويلة، وأنا الصراحة كثير متردد بهاي الخطوة، لأنه يعني عملتها من قبل بس مو لهذا الموضوع. أيوة. طيب رح نشوف هلأ نحن رأي الدكتورة، وإن شاء الله يا رب بتستفيد. خليك معنا لتتابع الجواب مباشرة. شكرا كثير لاتصالك. تمام، بانتظارك. دكتورة فاتن عم يقول هذا الحب، أنا هي أول مرة بسمع فيه صراحة، يعني مو بسمع بأنه هيك في حبوب بتعمل تسكين لفترة طويلة. رأيك أنت بهذا الموضوع؟ هي بنسميها حبوب مديدة التأثير، موجودة صحيح موجودة، لكن في تركيا غير موجودة. أيوة. لا، يعني هي طريقة آلية أنها هي بتكون مغلفة، ونتيجة تحررها في المعدة بتكون تحرر بطيء. أيوة. فبتعطي تأثير مدى طويل. لكن هي الأدوية نفس يعني مداها أو أخطارها أو أثارها الجانبية على المدى البعيد نفس الحبوب اللي بتكون تأثيرها موضعي أو آني. يعني نحن ننصحك بالعكس، عملية التنظير غير خطيرة وغير مخيفة، وما بتحتاج إلى بنج، ما بتحتاج إنه واحد يعني يتبنج بنج كامل. بالعكس بنشجعك، إذا في عندك تعرف إذا في قرح، إذا في لا سمح الله أشياء يعني عمر صغير هو يعتبر إنه شاب، فإنه لا، لحق حالك من هلا، معلش لا تتهاون فيها. التنظير ما له خطير، التنظير ما له شغلة يعني مرعبة، أو إنه شغلة إنه واحد بفكر إنه بيتبنج ونام بالمشفى، أبدا أبدا. يعني شغلة هي 10 دقائق لربع ساعة بيكون خالص، وبالعكس بتستشف الطبيب منها انه شو هي المشاكل الموجوده فيها. يعني هل هي قرحه معديه، هل هي ضعف في صمام المعده، هل هي فعلا جدار المعده فيها. احيانا تحليل جرثومه المعده ايضا تسبب، يعني قبل ما تفوت بعمليه التنظير حلل، نقول اي شخص عنده قرحه المعده حلل تحليل جرثومه المعده. جرثومه المعده يعني هي منتشره التحليل. نعم تمام. هي يعني اسمها اقول هالوباكتر باسم التركي او بالانجليزي الهالوباكتر اناليست. تمام. اللي بيعرف شو اسمها. تماما، هذه الجرثومه لو الاشخاص يعني هي موجوده سبحان الله رب العالمين، موجوده طبيعيا داخل جسمنا، لكن لظروف معينه، لتناول مواد غذائيه خاطئه، لتناول عقاقير كيميائيه خاطئه، تؤدي الى هذه الجرثومه الموجوده طبيعيا باجسامنا تصير تعطينا اعراض جانبيه مؤذيه. واهم اسبابها هي حرقه المعده، او حتى في بعض الاشخاص بيصير عندهم الم في المعده بيوصل للقص الصدري للقصبات. فتحليل جرثومه المعده واخذ العلاج المناسب لها
وبرجع بقول أي شخص عنده ألم في المعدة أو قرحة في المعدة لازم يكون صديقه الزنجبيل الفاتر رائع جدا جدا، هو مضاد حيوي طبيعي رح يساعد كثير الأشخاص، بيعدل حمض المعدة. جميل. ولو كان في بكتيريا اللي هي جركومة المعدة الهالوبكتر رح كثير تساعدنا أنه ترجع لنشاط الطبيعي مثل ما رب العالمين خالقها، ما تعاند أو أنه تعمل آثار جانبية معاكسة. أيوة. لفيزيولوجية المعدة. جميل دكتورة، نحن أكيد بإذن الله متابعين مع حضرتك، لكن هلأ رح يكون عنا في فاصل قصير، فاصل أخير وبنرجع بعده لنكمل. متابعينا فاصل قصير وبنرجع أكيد لنكمل، لا تروحوا بعيد، خليكم معنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سياراتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. انت اطعام مني وولادي، اشكو راجو واخوادي، من يوم ولدنا وانت معنا، مهما الدنيا غربت هل تفكر بجهة موثوقة تستلم عنك أعباء المعاملات في تركيا؟ شركة غرس الاستشارية تقدم لك خدماتها الاحترافية، نخبة من أمهر الاستشاريين والخبراء في كافة المجالات بخبرة تمتد لسنوات. ننجز كافة أنواع معاملات الإقامة في تركيا وندعمك في تأسيس شركتك وإطلاق نشاطك التجاري بوقت قياسي. وإن كنت تود الحصول على تأمين صحي في تركيا بأفضل الشروط، أو ترغب بإتمام معاملتك للجنسية التركية مقابل عقار أو استثمار، غرس الاستشارية في خدمتك. محاسبة قانونية، خدمات الترجمة المحلفة، استخراج أذون العمل وغير ذلك من الخدمات القانونية. شركة غرس الاستشارية، وجدنا لخدمتكم. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير، تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت، 0553 45 59. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم.
مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب. الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. أهلا وسهلا فيكم متابعينا عن جديد بآخر فقرة من برنامج معكم في رمضان وحلقتنا المميزة اليوم مع الصيدلانية فاتن أبو قبع. بدي أرجع رحب فيكي دكتورة فاتن. دكتورة فاتن، سؤال وردني للتو أنه أحد الأشخاص عم يأخذ دواء بروجسترون، هو دواء هرموني، أمتى في ياخذه هذا؟ بعد الإفطار، قبل السحور؟ يعني هذا ما بيحتاج أنه يكون على الريق، فيفضل أنه بعد الإفطار بساعتين. بعد الهرمونية ما بتحتاج تكون نعم. بساعتين. نعم نعم، جميل. طيب في اتصال هلا معنا اخير رح يكون. صباح الخير، يسعد اوقاتك، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب، كيفك انت؟ اهلا وسهلا فيك، والله تمام الحمد لله، طمنا عن امورك. الله يعافيك يا رب. تفضل سؤالك مباشر للدكتوره فاطمه. في عندي زوجتي تشكي من وجع بالمعده كثير. نعم. وما في ارجاع مريئي او حمضه او شيء، بس وجع يعني. أغلب الأكلات تأكله وهي حامل، يعني حاليا حامل. في عجب مشكلة بالعقاقير الأدوية أو هذا الوجع مثلا، بس سمعت الله على الجرثومة، في جرثومة تأثر شيء على الحمل إذا لا سمح الله في جرثومة. أيوه طيب، هلا هي حامل وعم يقولوا للدكاترة إنه معها جرثومة، هيك عم يقولوا؟ لا مو دكاترة، بقولوا أنا سمعت منكم هلا، يعني توقعت إنه يكون جرثومة مثلا. تمام. تأثر شيء جرثومة على الحمل. طيب لحظة شوي بس، كمان بدي أسألك سؤال، هي في أكلات معينة عم تاكلها بتوجع المعدة ولا لا دائما هذا الوجع؟ دائما يعني، بس أكلات أغلبها توجع المعدة أغلبها. طيب رح نسأل مباشرة دكتورة، شكرا كثير لاتصالك وإن شاء الله بنجاوب عليه بشكل مباشر. دكتورة، صبية حامل، سيدة حامل وعم تعاني من الحرقة، رأيك بالموضوع؟ تمام. هلا ما بدنا نخوف اللي عم يسمعونا واللي عم يتابعونا انه لاي شخص عنده قرحه بالمعده او حموضه في المعده عنده جرثومه المعده. نعم. خاصه للحوامل، الحوامل عادي جدا، بيعتبر هذا فيزيولوجيه الجسم، لما بيصير بيكبر حجم الجنين بداخل الرحم راح يضغط على جدار المعده، وبالتالي المعده راح تضغط على الفتحه او الصمام الموجود بين المعده والمري، فما يخاف الشخص ابدا، ما لنا جرثومه معده. اي ست حامل راح تعاني من حموضه المعده تلقائيا وبتخلص منها بعد انتهاء، بتقوم بسلام انتهاء فتره الحمل، فهي امر تلقائي جدا. بنقول هي النصائح تماما، الزنجبيل الفاتر رائع جدا للست الحامل وامنه، ما يخافوا منه. نحن في عنا عادات انه الزنجبيل بيحرض الطلق او بيساوي على بيشجع على الولاده او بيفتح الرحم، ابدا اطلاقا. الزنجبيل الفاتر امن جدا على الست الحامل من اول شهر لاخر شهر، اذا بتلتزم فيه كثير حتحس بتحسن. ايضا مثل ما حكينا، مص قطعتين من الموز قبل تناول وجبه الطعام، والست الحامل هي بالذات لازم يكون جسمها او القسم العلوي هي اعلى من القسم السفلي حتى ما تعاني من حرقه المعده، وما دليل انه هي عندها جرثومه المعده اطلاقا، عشان ما يخاف الشخص ويشعر بامان او يرتاح او يتلغوش انه هي عندها جرثومه المعده. هي حاله طبيعيه جدا وما تمام. ما في داعي للخوف. حلو، ان شاء الله هلا يكون اطمن وطمن المدام، وان شاء الله يا رب هيك بنتمنى لها تقوم بسلامه خير سلامه يا رب. دكتوره فاتن، بالفعل مضى الوقت معنا بسرعه، ويعني محاور هيك على السريع حكيناهم، ان شاء الله نكون يعني لمينا بكل المواضيع. انا بدي اشكرك بالختام الصيدلانيه الدكتوره الرائعه الاستاذه فاتن ابو قبع، شكرا جزيلا لك. وإلك شكرا لجميع المتابعين، إن شاء الله نكون أفدناهم واستفدنا، ورمضان مبارك عليكم، يمضى هذا الشهر بتمام الصحة والعافية، ونتخلص من جميع السموم اللي راكمناها خلال السنة. كل عام وانتم بخير. آمين يا رب، وانت بألف خير دكتورة. أما هلا متابعينا، فصار الوقت لنختم حلقتنا، حلقة يوم الخميس. لقاءنا حيتجدد بكرة بإذن الله تعالى، لا تروحوا، بدي اقول لا تروحوا بعيد، لقاءنا حيتجدد بكرة يوم الجمعة. تبقوا بألف خير، كنت معكم أنا هلا من الله، إلى اللقاء. Be
نطلب رزق.